هلا يا بعد عمري، يا بعد عمري يا ابو منصور. يطول لي عمرك حبيبي. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يطول لي عمرك الله يسلمك. والله ما تدري ايش كثر امس انا يوم وصلني الخبر ايش كثر يعني تأزمت وضايق خلقي يا ابو منصور. والحمد لله وصلني الخبر نفس الشيء انك انت بخير وصحه. بخير؟ لا لا ابشرك 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 انا بخير لله الحمد. الحمد لله. ازمه وعدت. الحمد لله. يعني ثلاثة ايام لاربعة ايام تعبت شويه بس لله الحمد لحقنا الجلطه اللي جاتني بالراس. وعدت على خير الله. ربي الحمد. ربي لك الحمد. معك معك ليلى عبد الله أختي. عمي حسين شلونك؟ هلا هلا يبا هلا يبا هلا يبا, هلا يبا شلونك شخبارك خطاك السوء؟ الله يخليك خطات الله شحيح. بعد قلبي طمنا عنك شلونك شخبارك الحين ان شاء الله احسن؟ ازمه وعدت الحمد لله. اول ايام تعبت منها لان جايه بالراس بس الحمد لله الحين الحمد لله اقدر امشي واتحرك الحمد لله. بس في الجسم الجنب الايمن للحين منمل الراس والايد يعني الجنب الايمن كله منمل احس بخدور ايه؟ والمشي شويه يعني ما متوازن عدل بس الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ازمه متعديه يا ابو منصور. ايه ونوصل لك يعني الطاقم العمل كامل بقياده المخرج نعمان حسين احمد السعيد والاخوان كلهم. وهذا العشر وهذا العشم فيكم اهل الكويت كلهم ما قصروا والكل اتصل فيني اخوان الفنانين والفنانات والشعب الكثير من الشعب الكويتي تطمنوا عليه تستاهل هذا اقل شيء اقل شيء يسوي شيء يا ابو منصور للامانه. هذا هو علاجي هذا هو علاجي اقسم بالله هذا هو العلاج وهذا اللي ساعدني على العلاج الحمد لله الحمد لله. علي اخوي ضيق عليك ولا ما ضيق عليك يا علي اخوي؟ والله عزيز وغالي ابو منصور دير بالك على صحتك تكفى. عز الله شانك ما قصرتي لا ان شاء الله خلاص لا انا مواظب على الادويه وعلى التمارين وعلى كل شيء ان شاء الله العلاج. وانت عصبي حبتين. اي عصبي حبتين. انت عصبي حبتين. لا لا انسى يعني العصبيه ابو منصور خلاص انسى العصبيه هذه. ايه انسى لا العصبيه. لا 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 الحمد لله الحين الامور كلها طيبه ولا الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. بعد العيد بمرك انا هناك عندك المربيه اللي موعدني فيه. ايه صار حياك الله الساعة المباركة بس اوكي اعتمد. ايه وانا جاية بعد ابو منصور من عيوني من عيوني تسلم لي عيونك حبيبي يا ابو منصور حبيبي حبيبي الحمد لله على سلامتك بعد عمري مشكور يا ابو منصور.